سي عزيز، حنا جالسين في هذه المحطه ديال المكناس، ولاحظت ان كاع الاخوان والناس والمواطنين بغاو يسلموا عليك ويزوروك. الحمد لله. يعني باش كتحس ديك اللحظه والناس كتوقفك كتقول ان واقيلا درت شي حاجه زوينه والناس حباتها هذه اللي ما كديرونجاش؟ لا لا بالعكس، يعني كتبقى هذا الحب هذا مع الناس باش كتعامل معاك باش كتبغي. فبعض المرات كضطر الا كنت مثلا زرمان، نقول انا كنت غادي في الطياره البارح، مشات عليا الطياره حتى لقيت مع الناس في الموقع. الناس ما عذروش هذه المساله ديال ان انا عنده الطياره، وجيت اضطريت ان نمشي دابا في الطوموبيل. سيدي تبارك الله عليكم، ربي يخليك. شنو تقولنا على مدينه وجده؟ الو الو، واحد الصحفي واحد السيد، انا الداخل انا الداخل. شنو تقولنا على مدينه وجده والناس كيفاش؟ شوف انا وجده جبت الفيلم ديالي، جيت شربت خطره في المهرجان. الناس ما نقولش لك يعني واحد العلاقه غريبه انا مع الناس ديال وجده والشباب ديال وجده، واحد العلاقه شويه واحد الاحساس غريب. فنجي دائما للمهرجان، يمكن افتقدته في هذ العامين اللي انا كنت كورونا، ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكرمني انني نكون حاضر. بعض الالسن كيقولوا انك فعلا تقصيتي مرض كورونا وعانيتي، واش هادشي صحيح ولا مجرد اشاعه؟ لا لا ما كان والو، الحمد لله. والله يجعل ربي يحفظك. الحمد لله، خدم من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. انا ما باش نطول عليك، ولكن بغيت تقول واحد الكلمه للمواطنين ديال الجهه الشرقيه. شي حاجه تقولها؟ الناس ديال وجده والناس ديال الجهه الشرقيه كاملين كنبغيكم، وملي كنكون معاكم يعني كنحس براسي بحال في الدار، بحال في مدينتي، بحال في كازابلانكا. تبارك الله عليكم، ونتلاقوا ان شاء الله في المهرجان الى كتاب هذا العام. السلام عليكم. مرحبا. حبيبتي.